خدمة نشر التشريعات والتقارير الدورية الخاصة بالأسواق المالية. مرحبا بك عزيزي المسؤول بالشركة المساهمة العامة. تستقبل الهيئة طلبات تقديم الخدمة عبر القنوات التالية: الحضور الشخصي لمقر الهيئة بأبو ظبي أو فرعها بدبي، الخدمات الإلكترونية المقدمة من موقع الهيئة www.ska.gov.ae، أنظمة الأجهزة الذكية حيث يمكنكم تحميل التطبيق الخاص بالهيئة من موقعنا الإلكتروني مباشرة أو من خلال مراكز التطبيقات المختلفة أبل ستور، جوجل بلاي، بلاك بيري وويندوز فون، وقم بالبحث عن SKUAE. بعد الانتهاء من تحميل التطبيق ومن على الصفحة الرئيسة، اذهب إلى القائمة الرئيسية واختر الخدمات الذكية. ستظهر لك قائمة الخدمات الذكية، اختر خدمة نشر التشريعات والتقارير الدورية الخاصة بالأسواق المالية. خدمة معلوماتية مجانية تحتوي على رابطين هما التشريعات التقارير الدورية. في حال اختيار رابط التشريعات، سيتم تحويلك على قائمة القوانين والأنظمة الصادرة من قبل الهيئة. في حال اختيار رابط التقارير الدورية، سيتم تحويلك إلى التقرير اليومي الصادر عن سوق الإمارات للأوراق المالية. كما يمكنكم أيضا الاتصال بنا على الأرقام التالية أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني legalaffairs@ska.ae. شكرا لاستخدامكم الفيديو التعليمي للخدمات الذكية من هيئة الأوراق المالية والسلع.